Past continuous tense، زمن الماضي المستمر. رح نتعلم عن هذا الزمن تكوينه، من شنو يتكون واستخدامه، شو وقت نستخدمه، وكذلك رح نتعلم شلون نسأل وننفي زمن الماضي المستمر. تكوينه was aware زائد فعل ing. الضمائر I, he, she, it تأخذ was، والضمائر we, you, they تأخذ where. استخدامه: أولا، للتعبير عن حدث كان مستمر في فترة معينة في الماضي. مثلا أقول لك البارحة الساعة بالأربعة كنت تسوي؟ تقول لي كنت ألعب كرة قدم. I was playing football at 4 PM yesterday. عملية لعب كرة القدم البارحة الساعة 4 كانت مستمرة. مثال آخر، سألك صديقك البارحة بالستة مساء كنت تسوي؟ تجاوبه كنت أحل واجبي البيتي. I was doing my homework at 6 PM yesterday. أو مثلا yesterday at 6 PM I was reading a story. إذن جملة الماضي المستمر هو حدث كان مستمر بفترة معينة بالماضي. الاستخدام الثاني، عندما يكون حدث مستمر بالماضي يجي حدث ثاني يقطعه. أنا كنت أدرس لما صديق اتصل. I was studying when my friend called. الحدثين في الماضي، الدراسة واتصال صديقي. الحدث الأول مستمر، إجا بصيغة ماضي مستمر، والحدث الثاني اللي قطع الحدث الأول يكون ماضي بسيط. While I was eating breakfast, a bird flew near the window. بينما كنت أتناول فطوري طار طائر بالقرب من النافذة. I was thinking about you and then you rang me. أنا كنت أفكر بيك وأنت اتصلت بي. الاستخدام الثالث، عندما يوجد حدثين مستمرين في الماضي. I was doing my homework while my brother writing a letter. كنت أحل واجبي البيتي عندما كان أخي يكتب رسالة. He was sitting in a cafe while I was waiting him. هو كان يجلس في مقهى بينما كنت أنتظره. النفي: في حالة نفي المضارع المستمر نضع not بعد ال where أو ال was. I was not studying yesterday. لم أكن أدرس البارحة. We were not watching TV. نحن لم نكن نشاهد التلفزيون. السؤال: What were you doing last night at 9 PM? ماذا كنت تفعل الليلة الماضية الساعة 9 مساء؟ I was walking in the park. كنت أتمشى في المنتزه. I was reading a book. كنت أقرأ كتاب. أو ممكن السؤال يجي بطريقة أخرى: Were you walking in the park yesterday at 9 PM? هل كنت تتمشى في المنتزه البارحة الساعة 9 مساء؟ الإجابة أما تكون Yes I was أو No I was not. وبهذا نكون شرحنا زمن الماضي المستمر. ألتقيكم في فيديو آخر وزمن آخر. مع السلامة.